بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة أولى إعدادي نستأنف مع الصفحة رقم 38 ومع لون إغرامير. لغة وقواعد لغة أوتي أدوات أوبجيكتيف أهداف. من ضمن أهداف هذه الفقرة هو كونيتخ لي فارب إيغيغولي، معرفة الأفعال غير المنتظمة. طبعا كما سنعلم بأن هناك لي فارب ريغولي ثم لي فارب إيغيغولي. في اللغة الفرنسية هناك هذ الصنفين من الأفعال، لي فارب إيغيغولي يعني الأفعال الغير منتظمة. طبعا كلمة ريغولي أن تعني منتظمة، نتكلم عن شيء منتظم نقول عنه ريغولي. نقول مثلا بروميي فول ريغولي دو كونكورد، أول طيران منتظم لطائرة الكونكورد. بروميي فول ريغولي دو كونكورد. إذا هنا نتكلم على واحد الطائرة بأن كانت ربما على يومين تطير، ثم من بعد منها تقدر تطير على أسبوع، من بعد منها تقدر تطير على 20 يوم، من بعد ما تقدر تطير على يوم، من بعد ما تقدر تطير على شهر. إذا كما تنشوفوا بأنها الطيران غير منتظم، ولكن عندما نتكلم عن فول ريغولي إذا نتكلم عن طيران منتظم. إذا كانت تطير على يومين غتبقى ديما كل يومين أنها تطير، إذا كانت تطير على أسبوع أنها غتبقى على كل أسبوع أنها تطير، إذا كانت تطير على 20 يوم نفس الشيء أنها غتبقى تحافظ على هذه المدة. إذا نتكلم عن فول ريغولي طيران منتظم. إذا مثلا نتكلم عن بروميي فول ريغولي دو كونكورد، نتكلم عن أول طيران منتظم لطائرة الكونكورد. إيغيغولي يعني عكسو، إيغيغولي عكسو. طبعا نتكلم عن لي فيرب ريغولي يعني الأفعال المنتظمة، يعني نفس الحركات نفس النهايات التي نضيفها لدى الفعل سنضيفها للفعل الآخر المماثل. مثلا أفعال المجموعة الأولى تنتهي بـ أر، طبعا هي أفعال منتظمة لأن ما سنضيفه لدى الفعل بعد حذف أر هو نفسه سنضيفه لفعل آخر بعد حذف أر في نفس الزمن. مثلا في البخيزون بالنسبة للأفعال المنتهية بأر، طبعا في البخيزون أننا نحذف أر ثم نضيف هاد لتيرمينيزون الخاصة بالزمن. إذا نتكلم عن دي فيرب ريغولي بالنسبة للأفعال الغير منتظمة، نتكلم عن لي فيرب ايغيغولي كما عندنا هنا. هاد الأفعال أنها كل صنف فيها عنده صرف. مثلا هناك الأفعال المنتهية بواغ، مثلا أفواغ، مثلا أبرسوفواغ. هناك الأفعال المنتهية بدي إيغ أو، مثلا أبخوندر وبيا بخوندر وبيا ديسوندر. إذا نتكلم عن أفعال تنتهي بدي إيغ أو، إذا أكيد أن غيكون عندها واحد نوع من الصرف. مثلا هناك الافعال المنتهيه باي اغ التي لم تقبل في المجموعه الثانيه، هناك الافعال المنتهيه باي اغ الى اخره. اذا هناك اصناف كل افعال التي لم تقبل لا في المجموعه الاولى ولا في المجموعه الثانيه، اذا طبعا ترحل الى المجموعه الثالثه. اذا هذه المجموعه الثالثه اذا فهي تضم مجموعه افعال، لكل مجموعه لها شكل معين من حيث الانفينيتيف، من حيث اصل الفعل نتكلم على الانفينيتيف. لي فيرب ايغيغولي اذا الافعال الغير منتظمه. قلنا بتي تكست عندنا نصا صغيرا. لا فام دو كاسيل سوبوندون في دون اون غراند انكيتود كونت ايل في كيل فوزي نوي اي كو سون ماري نيتي با فوني الا لاشي علي بابا تو لارمي ال دي بو فخير فو ني نيوري با كوم جو لو كخوا، فو ني نيوري با كوم جو لو كخوا كو كاسيل فوتر فخير طالي على فوري اي بور كيل سوجي ال ني با انكور فوني اي فوالا لا نوي افونسي اي فوالا لا نوي افونسي Je crains que quelque malheur ne lui soit arrivé. La femme de Cassim, Zaujat Cassim, cependant, cependant, yani, toutefois, néanmoins, ou bien, pourtant. Yani, ma'adalik. Cependant, yani, ma'adalik. Cependant, yani, toutefois, néanmoins, pourtant. Toutefois, néanmoins, pourtant. Yani, taqriban, ma'adalik. La femme de Cassim, cependant, fut dans une grande inquiétude. Eden. زوجة قاسم مع ذلك كانت في قلق كبير. كونت إل في عندما رأت، عندنا لو فيغ فوا أو باسي سامبل. إذا فعل رأى في الباسي سامبل كونت إل في عندما رأت كيل فزنوي بأنه كان الليل. كما نقول هنا بأنه فعل الليل. طبعا لو فيغ فا يأتي للتعبير عن الجو عن الوقت أحيانا كما عندنا هنا. إذا نقول مثلا الفيبو يعني أن الجو جميل، كما نقول بأنه يفعل جميلا. أو نقول مثلا الفيشو يعني أن الجو ساخن.
إذا ما استعمل ضعف في مثل هاد التعابير، أو نقول كما عندنا هنا il fait jour، كما نقول بأنه فعل نهار، المقصود بأن هناك النهار. إذا ممكن أننا نسأل عن منطقة مثلا فنقول il fait jour à quelle heure، il fait jour à quelle heure، متى يكون هناك نهار، في أي ساعة يبدأ النهار مثلا في منطقة ما. إذا نقول il fait jour à quelle heure، il fait jour à quelle heure، إذا يكون عندكم النهار في أي وقت، في أي ساعة. أو نقول مثلا à quelle heure il commence à faire jour، à quelle heure il commence à faire jour، في أي ساعة يبدأ يفعل النهار، المقصود في أي ساعة يبدأ النهار. كما نلاحظ بأننا نستعمل كثيرا لضعف في مثل هذه العبارات. La femme de Cassim fut dans une grande inquiétude quand elle vit qu'il faisait nuit et que son mari n'était pas revenu. La femme de Cassim cependant fut dans une grande inquiétude quand elle vit qu'il faisait nuit et que son mari n'était pas revenu. زوجة قاسم مع ذلك كانت في قلق كبير عندما رأت بأن هناك ليل et que son mari n'était pas revenu. وبأن زوجها لم يعد. عندنا le verbe revenir. Le verbe revenir فعل رجع. C'est le verbe revenir. هذا فعل رجع. Elle alla chez Ali Baba. هي ذهبت عند علي بابا. To alarm. To alarm. طبعا le verbe alarm يعني أنك تحذر أو أنك تقلق. يعني أنك تنذر أو تقلق. Le verbe alarm c'est causé de l'inquiétude. C'est causé de l'inquiétude. يعني أنك تسبب قلقا. وبيا دوني لالارم، وبيا دوني لالارم، لالارم المقصود بها الإنذار أو القلق. إذا دوني لالارم، دوني لالارم يعني أنك تعطي إنذارا. أحيانا نتكلم عن صوني لالارم، أحيانا نتكلم عن صوني لالارم. صوني لالارم كما لو نتكلم عن دق ناقوس الخطر، دق ناقوس الخطر. إذا هنا نتكلم عن لوفر ألامي. Cause de l'inquiétude ou bien donner l'alarme. يعني أنك تسبب قلقا أو أنك تنذر بخطر. طبعا هناك أيضا لو فيرب سلامي. بالمناسبة هناك لو فيرب سلامي. يعني أن الإنسان يتخوف أو يقلق. سلامي المقصود بها سفخي. يعني أنك تتخوف أو تقلق. ألارمي كما نقول بأنك تخيف شخصا آخر أو تقلقه أو تنذره. سلام المقصود به انك انت الذي تتخوف او تقلق. هنا طبعا عندنا الالا شالي بابا تو الامي. الى قلنا غير الالا شالي بابا الاغمي يعني انها ذهبت عند علي بابا قلقه، ولكن ماذا عندنا؟ الالا شالي بابا تو الاغمي يعني انها ذهبت عند علي بابا جد قلقه. طبعا تو يكل، احيانا تاتي بمعنى جد، أحيانا تأتي بمعنى جد كما عندنا هنا. الآلة شالي بابا تو ألارمي يعني أنها ذهبت عند علي بابا جد قلقة. أل دي أل دي ثم قالت بوفخيغ. طبعا لو بوفخيغ المقصود به كما نقول بالدارجة المغربية لوس، لوسة. نتكلم عن لو بوفخيغ يعني أخ زوجها، الأخ ديال الزوج ديالها يسمى بوفخيغ. إذا ماذا قالت له؟ بوفخيغ. كما لو تقول له أخ زوجي. بونين يعيبا يعني أنك لا تجهل. لينيورونس يعني هو الجهل. نقول عن شخص بأنه إنيورون يعني أنه جاهل. النوم النوم إنيورون رجل جاهل. هنا عندنا لو فيرب إنيوري يعني فعل جاهلة. بونين يعيبا يعني أنتم لا تجهلون. إذا قلنا فوزين يوغي، إذا قلنا فوزين يوغي يعني أنتم تجهلون. جينيور يعني أنا أجهل. فوزينيوغي يعني أنتم تجهلون. هنا عندنا لا نيغاسيون، هنا عندنا النفي. فوزينيوغي با أنتم لا تجهلون. كوم جو لو كخوا، كوم جو لو كخوا. كما أعتقد. عندنا لو فيرب كخواغ، عندنا لو فيرب كخواغ. أون لو فيرب كخواغ عندنا فعل اعتقد. لو فيرب كخواغ ينتمي للمجموعة الثالثة. بوفخيغ. فوزينيوغي با كوم جو لو كخوا. أخ زوجي. فومينيوغي با أنتم لا تجهلون، المقصود أنك لا تجهل. كوم جو لو كخوا كما أعتقد.
المقصود أخ زوجي بو فخير بو مين يوغي با كوم جو لو كخوا. أنت لا تجهل يعني أنك تعلم. أنت لا تجهل مقصود أنك تعرف. كوم جو لو كخوا كما أظنه كو كاسيم فوتخ فخير. كو كاسيم بأن قاسيم فوتخ فخير بو فخير بو مين يوغي با كوم جو لو كخوا كو كاسيم فوتخ فخير. أنتم لا تجهلون كما أعتقد كو كاسيم فوتخ فخير بأن قاسيم أخاك إيطالي على فوري بأنه ذهب إلى الغابة إي بور كيل سوجي ولأي هدف ولأي موضوع. المقصود بأنك لا تجهل بأن أخاك ذهب إلى الغابة وبأنك لا تجهل لأي موضوع هو ذهب. المقصود هنا بأنك أنت عارف خوك مشى للغابة وراك عارف علاش مشى. هذا هو المقصود هنا. إذا تقول له هنا فوني نيغيبا أنتم لا تجهلون المقصود أنكم تعرفون. كوم جو لو كخوا كما اعتقد كوكاسيم كوكاسيم فوتر خير بان قاسم اخاك ايطالي لا فوري ذهب الى الغابه اي بور كيل سوجي اي بور كيل سوجي ولاي موضوع. لو سوجي المقصود به طبعا عنده معاني اخرى من ضمنها الموضوع. لو سوجي يعني موضوع او هدف الى اخره. انت تعرف بان اخاك ذهب الى الغابه ولاي هدف بمعنى اخر. Il n'est pas encore revenu. هو لم يعود بعد. Et voilà la nuit avancée. وها هو الليل تقدم. La verbe avancée يعني تقدم. Et voilà la nuit avancée. وها هو الليل تقدم. Je crains que quelque malheur ne lui soit arrivé. أنا أخاف. C'est le verbe craindre. Je crains يعني أنا أخاف. أنا أخشى. C'est le verbe craindre. Je crains. أنا أخاف. أنا أخشى. Que quelque malheur, بأن بعض السوء, que quelque malheur, بأن بعض السوء, ne lui soit arrivé, ne lui soit arrivé. طبعا هاد النوع اللي عندنا هنا ماشي ديال لا نيغاسيون, ليست للنفي, ليست للنفي, يعني ما هياش خاصة بلا نيغاسيون, ليست للنفي, هاد النوع اللي عندنا هنا. إذا تسمى ماذا هاد النوع؟ تسمى نو إكسبليتيف, تسمى نو إكسبليتيف. يعني كما نقول بأن نه حشوية أو نه زائدة هي هكذا تأتي في الكلام. On appelle نه expletif l'adverb. إذا نسمي هاد نه expletif l'adverb نه. إذا يتصنف على أنها adverb. إذا l'adverb نه كل on utilise التي نستعملها sans que sa présence دون أن يكون حضورها المقصود وجودها soit obligatoire أن يكون إجباريا. إذا نتكلم عن نه التي نستعملها وحضورها ليس إجباريا. المقصود أنها زائدة. On appelle نه expletif l'adverbe نه. On appelle نه expletif. إذا نسمي هاد نه الزائدة l'adverbe نه. L'adverbe نه. نحن صنفناها على أنها adverbe. Que l'on utilise التي نستعملها sans que sa présence soit obligatoire دون أن يكون حضورها إجباريا. دون أن يكون حضورها إجباريا. Ce ne expletif هاد ne الزائدة n'a pas de sens négatif. ليس لها معنى ديال النفي. ليس لها معنى النفي. Il est à distinguer de la négation ne pas. هي للتمييز عن النفي ne pas. Il est à distinguer de la négation ne pas. هنا عندنا هو للتمييز عن النفي المعبر عنه عادة بنطة. المقصود هنا بأنه يتميز عن نطة مخصصة للنفي عادة. يعني أنك تميز بين شيء وشيء. عندما تميز بين شيء وشيء المقصود أنك تظهر اختلافا بين هاد الشيئين. إلى تدستاني دولا نيغاس ونطة. المقصود هنا أنه يختلف يعني أنه يتميز عن نطة التي تستعمل عادة للتعبير عن النفي. المقصود بأنه يختلف عنها. نقول مثلا جو لي بريفوني افون كيل نو سوا تخو طار او بيان افون كيل سوا تخو طار. العبارتين صحيحتين سواء استعملنا ادنى او لم نستعملها. جو لي بريفوني طبعا لو فان بريفونيغ المقصود به لو فان بريفونيغ هذا تعني انك تتعلم بشي حاجه قبل ما توقع. بريفونيغ المقصود به انفورمي يعني أنك تخطر أو أنك تعلم
avertir, يعني أنك تنذر أو بيان aller au devant de quelque chose pour l'empêcher de se produire. يعني أنك تذهب أمام شيء pour l'empêcher, لكي تمنعها. Pour l'empêcher, لكي تمنعها أو تمنعه de se produire, لكي يحصل. إذا مثلا غيوقع واحد الاصطدام, أنت تتسبق هذا الحدث لكي تمنع هذا الاصطدام. نتكلم عن إذا aller au devant de quelque chose pour l'empêcher de se produire. يعني أنك تذهب أمام شيء لكي تمنعه أو تمنعها من الحصول, لكي تمنعها أو تمنعه من الحصول أو من الوقوع. مثلا وقوع اصطدام, تكسر إلى آخره. إذا أنت تحاول أن تستدرك هذا الموقف. إذا نتكلم عن prévenir. إذا الفيرب prévenir أنه تعني هذه الأمور. إذا عندنا هنا je l'ai prévenu, يعني أنني استدركته. Je l'ai prévenu, يعني أنا استدركته avant qu'il ne soit trop tard, قبل أن يكون متأخرا. المقصود قبل أن يتأخر الوقت, قبل أن يحصل بمعنى آخر. عندما يحصل فإن الوقت يكون متأخرا على استدراك ما حصل. فعندما طبعا يحصل هذا الأمر فإن الوقت يكون قد فات. إذن je l'ai prévenu avant qu'il ne soit trop tard. أنا استدركته بمعنى آخر قبل أن يفوت الوقت. avant qu'il ne soit trop tard. إذا نقول avant qu'il ne soit trop tard أو نقول avant qu'il soit trop tard أو نقول avant qu'il soit trop tard. إذا كما عندنا في النص je crains que quelque malheur ne lui soit arrivé. إذا المقصود je crains que quelque malheur lui soit arrivé. je crains que quelque malheur lui soit arrivé. أنا أخشى بعد السوء أن له يحصل. له يكون يحصل, المقصود أن يحصل له. أنا أخشى بأن بعض السوء يحصل له. هذا معنى هذه العبارة. نستكمل في الحلقة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.